يقول: ما حكم الذهب المحلق لزينة النساء وهل فيه الزكاة؟ الذهب يباح للنساء لبسه محلقا وغير محلق. اللي يقول المحلق ما يجوز ما عنده دليل. الصحابيات يلبسن الأساور ويلبسن الحلي ومحلقا وغير محلق. والزكاة الصحيح أنها لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، صحيح ولا عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه ما دام أنه يعد للاستعمال والتزين به.